برنامج يتعدى كل يوم اسمه اي فيرسيون كان سيزون، مده ساعه من زمان، تكون في مجموعه من الفقرات تقدم زميلتي احيان سناني، اساسا الاخبار البيئيه سواء كانت الجهويه او الوطنيه، لانه نركزوا برشا على تقريبا 60% من الاخبار نتاعها تكون بالاساس جهويه ومعنيه زاد بالشكل البيئي في المقام الاول. واكيد نعملوا طلع على الاخبار الوطنيه والعالميه لان كلها تصب في بعضها في عند البوند. دونك فيها اخبار بيئيه من سونتي، مجموعه من الفقرات كيما جارديناج، كيما عجائب الطبيعه، وهكذا كان كومسي الواحد حال الموسوعه وقاعد يطلع على مجموعه من الحيثيات البيئيه في سبيعه من زمان يسمعها اتخافيغ الموجات نتاعها. عندنا برنامج اللي نقدمه ونعدو انا اللي هو فيفون انفيرونمون، واكيد برشا حضور على الوكالات الوطنيه المعنيه بالبيئه كيما الـ NPO والتعاون والتنسيق.